يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وختم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أي مثلا عشر أيام إقعدان ذي الشهر المحرم ذي كسواس والستة ذي الهجرة، الشجاع الرسول صلى الله عليه وسلم يوث السرية والقائد السلم محمد ابن مسلم الخزرجي، ما دريني السرية الشجاع الصحابة وحسنا الشجاعية اللي مهمة وانسان ويداري يسن ما ريدو يسن يعتبر الغزوة، ولكن دو يداري يسن يعتبر السرية. إذن روحنا غاليو ثمورت إمي قارب بني بكر ابن كلاه ثمورت أكينا تزقاد بغريد يتسوين غار ثمورت من البصرة. أسميني دوالنا يتمثل دي المهمة في ثني شجاع النبي محمد صلى الله عليه وسلم قضان غار قضان بغريد إمي دوالين قضان كاليون كان وفند يوم والجاز إمقام ثمامة بن أثال الحنفي. نثنى أثاقين العام وطفلتيد وقنتيد غير مدينة المنورة. أسمعين دي قوة يتمثل غير مدينة المنورة وقنتيد غير مسجد وطفلت أماكن ذا محبوس شدت اليوم السارية للمسجد وزرنا أني وأني وام. من بعد إما دي قدر في محمد صلى الله عليه وسلم ما يخزريه يا عقيد إني شو زرنا أنا اللي وام يدو يطف مسجد جديد أني ويا رسول الله إني شو وقنا ديون من رؤساء بني حنيفة ديون قروي ذي قراي سعى قراي تمورث بني حنيفة ذا الرئيس تمورث من اليمامة ذي بني حنيفة ثمامة بن أثال الحنفي الله. أي مثلا الجزء كيما يسعى الشخصية تم قرحات يسعى من كان عليا دي ثمورثيس مسنون اسميس مسنو دي ثمورثيس ودي ثمور النظام اتفتيت دينا دي المدينة اعدت في اسم في محمد صلى الله عليه وسلم وانا ناد بلي عقيد إنيز دشوا دينا ذي ثمامة إذا عريض غل الإسلام ولكن يهيم يغادي شو غل الإسلام إنيس ثمامة بن أثال الحنفي إنيس يا محمد صلى الله عليه وسلم إن تنعم تنعم على شاكر إن تقتل تقتل ذا دم إن كنت تريد مالا أعطيتك ما تريد إنيس ماذا قدام ذلك الشيء نذكر رمضي نذخذ ذين الخير ولش ويثو ذا ذرام حشين العالي يتخذ إنيس إن كان يستعرف فرص الخير تصرف جميلتي وإن يأخذ من الخير أشكر بابيش وسر الخير ماذا قلت من غضية إيا قد سعقيد باليوم مش اللي يعيد من الوايان في الغير لا وذي إلا دفيرين إنيس ماذا قلت الشيء الذي في غير الدرمال أبد فكرين كي أجلن ينفس في محمد صلى الله عليه وسلم عند الذي المسجد يمر الصحابة الكرام إنيس خدم فس أكو كرم ثيت خذ سيني لان فتلش بكلا دي تشديشو وغور وثي سي قارن كلام مسلين دنيا وغور وثي في تشدون. أي مثلا أسكن أعداد في محمد صلى الله عليه وسلم يعاود ذاس إذا عفد الإسلام شاد دينا ذي أثو ماما يعاود ذاس دينا كنز دينا كن يظلين يظلينيا وش يومين كن يعاود ذاس دائما كن أكن زدينا أبدا زولون زدينا ويسين إزدي عاود ويس ثلاث مرات. أي مثلا أسوي سياثة يعدد في محمد صلى الله عليه وسلم إن يستطلق صراحة ثمامة إن السرح لسي ثمامة هذا يروح الله ثمامة بن أثال الحنفي ثلاث أيام يقيم في نادي المسجد النبوي غير الصحابة الكرام يولى المجتمع المسلم أم كي تسمع ما يمد جو جرسن أم
امكنتش مخدم الجوجرسن، امكنتش مقدر الجوجرسن، امكنتش اتعامل من فينس وشبيح صلى الله عليه وسلم، وامكنتني اتعامل انسان صلى الله عليه وسلم. دين خلاص يويا فرسات بيثلا من الدينيس وشبيح نفين صلى الله عليه وسلم ما سوى استيفان نسا حسد روح. ثم مات ابن أثال الحنفي ماشي اللي يعرف من ويا من العبد يستخدمنا اللاغيس. وإلا كان الرئيس تمورثيس ديال اليمامة كان كيديا من بلاد موسنيا إفا كان كاش مات المدينة وكان قارن بلي يروح الجهة الباقية يفين مكان لاندي شوامان ديال العين صح العين وامان يروح يسدد يطهر دمانيس يغيد المنظر المسجد النبوي يكشمد المسجد الجامع يفاد النبيين صلى الله عليه وسلم ويفاد الصحابة الكرام سطرق طوش في سيد مثل إقعقض إنس أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الله يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله ويكشمد الإسلام. ثم مات ابن أثال الحنفي إنس يا رسول الله إنس والله إنس زيكني ميلا وذ مكرها وني وذ مي أثور أنا ثور ميلا وذ محمي وني وذ مي إنس زيكني ميلا الدين كرها إني الديني ثور ميلا الدين حمي إني الديني أرزيكني مثل ثمرث إكرها إفضا مني ثمرثي ثور مثل ثمرث حمي إني ثمرثي. الله سيدي ربي الخالق سبحان الله انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. سيدي ربي غير تشكر من الايمان غير دقيق ويا ولد يتمثل سبحان الله كان يتمثل انيس يا رسول الله اقيك شمال غير الاسلام وما لم اقرا شو يخدم ماضي الصحابه ليش شو يخدم ماضي الاسلام يتشدد الشعر ديالو تشاريو التصيق الماء وين نديريو أمش مكتب سد يوم كيف الله وشبيح النبي صلى الله عليه وسلم صليت غف النبي عزيز صلى الله عليه وسلم الناس لا تثريب عليك اليوم يا ثمامة الإسلام يجرب ما قبله الناس تسويك صوبي وتسايد دشو أركي يغن أكشو يتخشم بغى الإسلام يبحيك مرة ما يدخل مرة أكو يدخل وين ندير مرة ثورق إكتوغات تشبحات وتسوي لك صوبي الاسلام يجوب ما قبله ما ديكش اليوم غير الاسلام اين يخدمك ويمحام الرسول صلى الله عليه وسلم قال الاسلام يجوب ما قبله التوبه تجوب ما قبلها والحج يجوب ما قبله التوبه النصوح في محوها اين يخدم اين يخدم العبد ما يخدمك فبيت اشتم اشي يا ربي أكو ذا الحج الحج المبرور ذا يمحو مرة أكو إنك ليك خدم العبد وين نديني مرة إذا ناس يقاري ثمامة بلغة الإسلام أكشو يكشو لغة الإسلام يمحيك مرة إنك ليك خدم ذاك أي مثلا ثمامة ابن الأثال الحنفي إنيس يا رسول الله تدود باش أخذ مال عمران ذي مكة المكرمة الصحابة إليك إيه دي تفنى بقيني إيه دار دقيم وفي غيرها كم يغى أفريدي وغير من كيف خمار العمراء إنيس يا ثمامة روح أس خمار العمراء إنيس من كانت خمار العمراء الإسلام العمراء ما في الشرع عن سيدي ربي وكسر ماشي العمراء اللي تخدم هذا إلا عند الجاهلية ما تزلوا من الإسلام إنيس ثمامة تخمار العمراء ذاك ثين في اليوم سيدي ربي وذن فيه صلى الله عليه وسلم ويستعلم مثل مناسك للعمراء من كان يخدم العمراء إنيس ثمامة بن أثال الحنفي يستعلم ناس دينيس يستعلم ناس مناسك العمرين ناس على بركة الله روح أسرح على الإنسان يا ربي في الله. ثم مات ابن أثال الحنفي يروح دار الوريد الوريد المكة المكرمة يتمثل باش يخدم العمرة أسمع عندي كوبا المشارف في المكة المكرمة غزر كان يتمثل ثم مات ابن أثال الحنفي أكن ديك شما المشارف باش ديك شما المكة المكرمة يفذم إذا تلبيس العياد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. سطلق ترشيس الثمامة بن أثار الحنفي إذ وجني إذن سيم أو أمزوالهم أكل الدنيث إخش من المكة المكرمة ستلبية سلبيك اللهم لبيك. ثمامة بن أثار الحنفي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. سطلق ترشيس اكتسب بي ثمامة بن أثار الحنفي. لكن سيان الصوفي سيد مثل المشركون المكة المكرمة فغن سيون الغضب عن القرآن زعفن قوين السيوف لكفاس سنسن في الدون داني وواقيهم قضان وفاد الجزء اللي تعال كذا اللي تكمل ستبيا ورستوقع عليه معنا ده في وقت ضخ واستوقع عليه معنا عقلت باليوم نتمرث من اليابانة لبني حنيفة ثمامة بن أثار الحنفي مشهور اسميس الكلام ده كلام ورفاء ذي الذي المشركين القريش في ذلك سند السهام ليس على كنيبة شديد وذي الذي الغن ولكن قرر عن تلوياد لا نسحب ستة رجوث ماشي لي عذب من ويا ألف نظم وقينين ذقروا اللي قرري من بني حنيفة ذي الملك تمثل اليام مسيني وندي سرحوا رزق وندي سرحوا ثمزين دير ذن ذي المكلة كنت ستم السينة سرحون ذي كفوسي ستة عدي لو كان أولي حبصة لصقاقي مرات شمال ثمية صغور وثن ذات سنين. ثمامة بن أثال غسك أن الناس دي مسلين وذي عيثنا لهم ولكن وذي موسانا لهم وذي غينا لهم كم يبع عمر الناس لهم يفوك إخوانيتي دا مكان يستمر وشبه للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن يقول برب الكعبة يقول صرب العالمين الناس اللي بضغة أثمرتنا اليمامة أثمرتيس إني سادون هزمة مرة نقويني وندي تسأل وندي سرح مرة ظلص السنة ولعوذ ونديك وعقل جيرهن نرى عقل تلزين ولعوذ ونديك شمار ذاقين إني سحاش ما ذاق لنا ثبانك محمد صلى الله عليه وسلم إني سنام ما ذاق لنا إفكا يدرهن نبي محمد صلى الله عليه وسلم إني سأل إنا درست أو أنت درع إني اسمه لش مثال ما تظرف ثمسط نرزق أو نديك شمع أو نروح لثمورتنا اليابانة إيه مثلا ثمامة بن أثال يغير على ثمورثيس إكزمس أنت برا أب أرزق نيام إذن ديك شمس سينا إكسس أنت وغينا أهل مكة مش يكون المكة المكرمة قريبا مثل إياز سن الجفاف سن الورق التجرع أم يأخذ من وغينا من الرحمة المهداة محمد صلى الله عليه وسلم روحنا شجع ناس إن في محمد صلى الله عليه وسلم المدينة أنا ناس يا محمد صلى الله عليه وسلم نمس ديني هي تسمى صلة الرحم صلة الرحم إنش إن ناس ونكون يغذي ذامي العباد نغي مقارنة نغي طمد الحروب إنش ناس يمشطحن النغ في الغضاء نتنغى الصلاص أثان ثمامة بن أثال ذي ثمثل اليوم ما يكسر الرزق من قبل كم كان مكرمك إمس درجة المثل شجع سيد وما من غادي يرى الرزق أي مثل وش بيحنا النبي صلى الله عليه وسلم وتي قفرنا سيد حمام باللي ما ديار تصاريس أسيني أنا السكينة ثوران ذي الوقت الأول ثوران أي لي يدخل من ديانة في الدرع أثني أذم ثنياس ولكن الرحمة المهداة ما شكل يخدم إش جاس ثمامة بن أثال الحنفي إن يسيا ثمامة الرسم الرزق إذن تسكن في مرن اليمن لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عاقب أخاك بالإحسان عاقب جماك مخ ما كاين ندير عاقب الخير مخ ما كاين ندير خدمة شي خير يوجد العقاب ما تقول لي وكذا ربي ديك يخدمك الشر شنا او كذا ربي ديك يسخر الناس الخير باش يخدم الانسان المؤمن المؤمن بالامان هي هنا
ديش هذا في دار غرس حاشا في صد حاشا تمت حاشا دوكس الخلق حاشا الرحمة هذا تفهم الناس يتو ماما رسم الرسق زنت ساكن ذي ثمرت من اليمامة رسم توشر من ذنكو الهاز ويا الناس يتو ماما تبن الأثار الحنفي المكلا أين الرسق زنت ساكن مرأي رئيس الدين يا رئيس الدين ثمامة بن الأثار الحنفي يطف ذي العهد يخبر ذي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يفاس العهد يكمل ذي الدين يكتبع الناس من المشركين القريش يمسنا علي تبع الدين محمد سبقت يا ثمامة إن إسلام إن أسلم إن كشما دار الدين الحق كشما دار الدين الصح الدين المحمد صلى الله عليه وسلم. إذن أكيد ما كمل ثمامة للدين أن الإسلام للدين محمد صلى الله عليه وسلم. أكيد كمل ثو ذات سمران. ولو أسمع روح الرسول صلى الله عليه وسلم يرحل إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. التاسن تمرث اللي تمرث بعربني قالت الدين في الإسلام. تاسي بوغاين بقدرين الدين فغن الدين فغن الإسلام. إن الفد يوم بعد هو ربيع مقارن مسيلمة الكذاب ذاك اللي ثمرت بني حنيفة بالذات ذاك اللي كان ثمامة بن أثار الحلف ذينا إدي نرفع مسيلمة الكذاب إناس إدعيني من إيش دين فيهم ويتسوي ذكرك اللي مسلين يقاس السيد ربيع ذي الدينان يمسلين ماشي لينا وكذا دي عيو دي عيو ترى يقول أثنى أثنى فوس السيد ربيع إقلا أذي خلصين يخدم التصي فيه ثبعين ولكن ثمامة بن أثار إيه إفداز دغر وذم إيه الأسنقر وغروة تتفعان وغروة تتفعان مسيلة من الكذاب أي دي قرى كذي يكتب الدينيس دي بطي وتسلم ترام ما تتفعان تتخصر من دوني تتخصر من ياخر تبعث من في محمد صلى الله عليه وسلم هذا وقيت دين الحق يعوه ذربي ما ذي كملك نسانيس هل يتسكفع ويتقتل يعذونا نسيد ربي قرط الدمغة في الإسلام إيه وفاقس العهد أكني كمل الميد اسمين إبقوذ العفو ربهم ثمامة بن أثار الحنفي إذ فلس يرضي ربهم إذ فلس يعفو ربهم إذ فلس يسمح ربهم إذ وقين إذا صح ربهم ثمامة بن أثار الحنفي كما يث مثلا أيث مثلا ثقصتا ثمامة الإسلام ثمامة بن أثار أتص فكادة الدرس أم قرحان أتصل العبرات دي كس العبد ذخن الإسلام ثمامة بن أثار يقيم أيات مثلا ثمامة بن أثار ثلاث أيام بالمدينة المنورة ذا محبوس دينام ولكن ذو ذنانا وسنين لبس لين دينام إكرمه مشبح النبي صلى الله عليه وسلم إكرمه ينكرم وحدس يفكر شيء ما كيا يتشا يسوى مسلين هان ده دي فلس كنس السينام ما أثير دعونا أرغذنا الإسلام غسك يوهي عندي كشمع الإسلام ولكن وسنين لكرام ومسلي ونلارب كنيس ويومان الصحابة ينس رضوان الله لهم جميع الناس وهو في سقر الهرى ولكن يجث يتسمى قرد المجتمع المدني المسلم الإيماني أي يتسمى قرد يجث أي تسمى نسوى الناس دشي للإسلام إسلام ذا المعاملات ذا الإسلام ماشي تصدر لي ذو حدث ماشي ذا القراءان ذا القراءان النغضي ذين دي تفغن جميع العبد إذا الإسلام محدث ولكن ذي المعاملات ذي الأفعال ذي الأعمال يتسمى قال لكي تسمى عامي الصحابة الكرام ذات مثل أسنع ديوني مثل ذات سن أكثر الدين الإسلام تجمات إنما المؤمنون إخوة وكي مكررك ما كنسين وكي خد عليك ما كنسين وتسمى قال ذرا ماذا قلنا لقوث تمورثي يقول الذي يلسنا ينبذتنا 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 لا المسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله يقرأ السلمان الفارس رضي الله عنه أبي الإسلام لا أبا لي سوى ذا الإسلام وزع غير المبا نظر المخلف الإسلام إذن هما كنسين وكي خد عليك وكي تسكر لنا وكي تسكر لنا وكي تسكر الزفير كم إذن يتسمى قلب المجتمع المدني ماشي يتسمى يخدم على جوجل اسد ذي ناس يكشمل الزران الاي ولا بلي الاخلاق يديب الاسلام الصفه دي يديب الاسلام لا عمر تي ولا دي دوني لا عمر يديفونج في الصفه ديالنا في الصفه ديال الحالين في ذاك النيم الكاغي مثلا باش نزار بلي انسيمن بوسع نخدم كل وقت
لو كان سعال المعاملات أماكن نيغو تسمع عمال الصحابة الكرام بزاف ثمامة بن أثال الحنفي سن الأخلاق الحسنة المعاملات الحسنة الصفات لها إذا إلا الفرع من الإسلام هذيك شنو من رضا الإسلام ولكن إنسيم أرد ما قرد يتشفر إنسلم أرد ما قرد يتختص الأموال يستعيل الفقراء ذا المساكين إنسيم يتنع الدين يتسلم بلك يتسلم الخمر إنسيم يتسول التريسان إنسيم يخدعان إنسيم يسخد ديبن إنسيم يسخلف للوعد ذا شو الإسلام يسعى يعرف ذاكين أنا كانت جفضل يومن غير غريد الدين أنا كانت شفضل يومن غير الإسلام ويكشيت تبعض إنسيم يخدم الفعيل يخدم الفعيل وإذا كل هذا إنسيم وجد عذون الإسلام حقا أكيد قال أحمد ديدات إذ فلس يعفو ربي إنسيم يخدم الفعيل قلوا الله إنسيم وجد عذون الإسلام يدعي من إنسيم دي ولكن دي الفعيل ماشي دي الفعيل دي إنسيم اللي يخدم وجيني أليوي الدنبا قرآن الرثمان قرآن الفعيل اللي يخدمك والرثمان نظرة في يوم ذي العباد يثدي شوي لنا خطر يشوفه غيث ويتقرع في بريد الدين إذن العبد الذي يجوز دماني سقبي الذي دماني أسكت يقرأ وخلق دقيقة سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلا الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الدعوة إلى الله ما الدعوة لبريد الدين ذو أشرف عمل الذي يريد الإسلام الدعوة لبريد الدين مليون يعني ماذا يليس كميثة سيد ربي غير الإسلام شوفوا سي خير بسيد شرقية تشحش ماذا قال يغريب لأن يهدين الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن في جلس وشو سلف عايلي سلف خلقني منك شو سلي الها ستيدت السخاء ذي العطاء وذي الكرم ذي الأمانة ذي الأمين تشد الصادق تشد ذي الفعيل العين ذي سفون بجميه امسلي الهاني دي القول الحسن دي فون جميل الفعيل العيد تخبر نص الجوارعيد كلام من الصفة العالي مرة ما قد يخزر لعب غرورك تديف غورك أين شيم أسعد بحق الدنيا تسعد بحق يا أخا سيد ربي وتسكلف وسيديك إذن أتجوار بجماني أتأمرون الناس للبر وتنسون أنفسكم أنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون أتظلم هذه تظل العود مكفوك تظليف بعد ذي اليوم ذي الفعيل أنيهارا بعد العشاء يفعل ما تشاء ماشي الفعيل نسيت في اليوم إذا ما تدعو ضر وريد من الإسلام أتدعو سلب أخلاق أتهضر ولكن أتطبق ذي العمل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إولا من اشتكي ثمامة بن أثال الحنفي ذي الأخلاق جنسي من الصحابة الكرام يكشم الإسلام غير ذخي بويس أكديت مثلا يكشم الدين غير ذخي بويس يكشم الإيمان غير ذخي بويس سبحان الله دي المعاملات يا زركا مكنتش معامل مكنتش مخدرا أما ذي بوقع رسل مكنتش قدر الرسول صلى الله عليه وسلم مكنتش قدر الرسول صلى الله عليه وسلم الأخلاق يكشم الدين غير ذخي بويس وشبه إحنا النبي صلى الله عليه وسلم زركا يتعامل الثمامة بن أثال سن حكمة الموعظة ذو مسلاي العائل شوين دي لها المران وثمامة بن الأثال مشي للعبد ونشوف فلس العائل يكرر مثل الرسول صلى الله عليه وسلم ثمامة بن الأثال يا رئيس تجميل يوجد إحنا النبي صلى الله عليه وسلم يندم مرة ثمامة وين يخدم وين يديرين يولي فغي وغريد يولي كفح الإسلام يولي ينغال الحبيب من ربيهم يندم يشرهم ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس الإسلام يجوب ما قبله يا ثمامة كسوه ويكسد ربك يعفو كشم هذا الإسلام كل شيء محاف الله أكيد مثلا إذن ثمامة بن أثال يا رئيس تجميلتي وش لحنا نفين صلى الله عليه وسلم المعامل أنني اتعامل يدس دي المدينة المنورة وسيخدي مالا وين الدنيا يبقى ظهر مكة المكرمة قال يا ذوني دي مكة المكرمة إليس والله متعود ما تظلم ذي النغتين زين من ذي ثكد ذي مثل اليام ما حاشا ما لقلا ثباع مبريد من ذي محمد صلى الله عليه وسلم حاشا ما ثباع محمد صلى الله عليه وسلم حاشا ما نايف كدر إذن نتسين ند الرسم على رسخن اسم تذكر ذاكي أما ذاكي نغد يفكر الإذن متعود ماذا تولي
كان يخدم المؤمنين المؤمنين أي مثل سبحان الله كان أي مثل أن في مجيح صلى الله عليه وسلم خذ كيف مثل إذ قصت قين الإسلام أن ثمامة بالوثان النبي صلى الله عليه وسلم دين تقنا رجع ذونيش لو كان إيش يا إيش يا إيش يا جيل ثقيم ذيوث المناسبة إجزمال يقضوا مرة نقف قريش مرة ما يقضوا في الناس في المشركين عن قريش أسمع كسبوا معيش إذن صحيح هذا مثل مرة إثمرنا اليوم ما نريد إذن صحيح وين إيش تسيرين ولكن هل ترى ينتقم بجسم وش بين النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقم على جسم الناس ثم ما روح ثم ما تبلو أثار مثل كسر الرزق إذن صحيح السنة ينغفني ياز شند الجيفات ذروقهم تجرى وغير نرمي ذغور السلام في صلى الله عليه وسلم الناس أنا مثل مرام ولكن الناس ينتقم على جسم إيش جاسي ثم ما تبلو أثار الناس الرسم الرسم الرزق أكن ذي ذين الوجيد الرحمة المهداة أكيد يوم أرسل ربي بشان سعوه الرحمة من جوه قالنا غاس إخل مغيون أين ندري ولكن نكون أنا بات سيد ربي سبحانه وتعالى سيد ربي قرفذن سيد ربي كسر السجين سيد ربي كسر الزول سيد ربي كسر الزلول سيد ربي إدي تسكن سيد ربي تكسن كش الكفسي سيد الله ده شاف أبوار ذا العبد الإنسان المؤمن ما تزيحك الدنيا مرك أذاك ثور مكيد ضر ربي وزن ريونا كضر ما ذاك ليس زيحك الدنيا بشك تنفع مكيد ينفع ربي وزن ريونا ذاك ينفع إذن ده شاف أبوار ذا إذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان الله عليك فمن معك من سيد ربي ذيك ذا شاف أبوار ذا كم ثمامة بن أثال الحنفي يغسى وللنبي صلى الله عليه وسلم مزد شجع إني أرسنا رزقي أرسنا رزق وانشتقني جلس الإيمان لثمامة غسك الداع ذا ونسخ إزرار الرحمن يسعى النبي صلى الله عليه وسلم ذقويس ولو غفيع ذا ونس كايف مثلا الوقين ذا الإسلام الوقين ذا الدين من سيد ربي إلا أنا عقيب اليوم لكل مسلم كل مسلم أدي شعور الصفات العين أما تقوين دي فرند قميس أما تقوين دي فرند الجوالحيس باش أدي فك الصورة العين للإسلام الصورة الحقيقية للإسلام الإسلام اسمي سدويس إسلام ديهنا إسلام تفاث إسلام التقدم إسلام السعادة إسلام تزط إسلام تسدثي الهام ولاش البرح ذي الإسلام ولاش الخوف ذي الإسلام ولاش الرعب ذي الإسلام ولا شيء من دير ذي الإسلام شعره وكتير كسره ونسيم أكيد أكيد يمديس مستحيل وألف ألف مستحيل باش دي تعدي فيك أما ذاك نسيميس أما سوفوسيس الرسول صلى الله عليه وسلم دي قال المسلم من سلم الناس من لسانه ويده إنسيم لوين يسيم العباد الدنيا مرة هذا إنسيم ما ماشي إنسيم أسي من مرة يعيبك الدنيا أما تجلسيك أما تكفسيك فماذا بعد الحق إلا الضلال لشون فيك سنادين عبد أتي فهم غف الإسلام أكثر بويا الواجين الدين الحق وقيد الدين سيدة ربي يدي فكا باش سيدة لهنا ذي الدنيا سيدة لهنا قرب الدين غجع يا ربي من المؤمنين حق الإيمان أذا رحمة ربي ثم أمت ابن أثال الحنف إذا رضى ربي فلاس هذا حشر ربي يسدين جنث في الفردوس الأعلى أقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم أقول الصحابة الكرام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اهدنا إلى سبل السلام اللهم اهدنا إلى ما تحب وترضى اللهم أن الحق حقا وارزقنا اتباعه وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله استغفرك وأتوب إليك وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.